فخد سلام. إيلينا فخد سلام. فخد سلام. نعم أنا أصل ألمانيا و قبل 7 سنوات تقريبا 7 سنوات أنا جيت هون في سوريا قبل 11. أنا في ألمانيا أنا وأول جوزي نحن جيتنا جديد في الإسلام. في ألمانيا يوجد كثير دعوة من أجل الإسلام ونحن جيتنا في الإسلام وجوزي قال لي أنا لينا تعال نحن نشوف شنو هذا ظلم في سوريا، بشار يقتل أطفال، بشار يفعل قتال مع مسلمين، ليش؟ أنا جيت سوريا عمري 13 كان. 13 سنة، مين اللي جابك؟ أنا يعني من أول أمي وأبي تفصل بعض يعني تفصل زواج. بعدين نحن عايش مع أمي من أذربيجان، أمي وأبي طلاق، أنا وأخواتي عايش مع أمي. أنا قلت له أنا أريد إسلام، إسلام نظيف، وهنا في ألمانيا كل الناس وسخ. كذب يريد فقط مساري 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 وأنا تعبت من هذا كل الناس، أنا ما فهمت هذا الدنيا. أنا من الدير من دير الزور، قريتي اسمها البيضية. أنا اسمي خولة طه المصطفى. خولة؟ طه المصطفى. تمام. جوزي باكستاني، هو قتل صار له 10 أشهر. أنا 4 أخوات اجت مع أبي هون، كان أنا عمري 13 اجت سوريا. أنا كان والله ما أعرف أي شيء، ما أعرف حرب، ما أعرف داعش، ما أعرف بارودة. أنا بس بارودة شلون أشوف من أذربيجان جنود أذربيجان، إيه شرطة، أشوف من أذربيجان شرطة، في أذربيجان شرطة أشوف هم جيب سلاح، أنا هيك أشوف أوه شو هاي عشب، هاي أخاف. أنا أساسا من أول أذربيجان أخاف، بعدين إجا سوريا أشوف أوه رجال يلبس جوبة وسلاح ودقن وشات. أنا قال لي أبي شو هاي، ما أنا ما عجب، قال شو هاي، ليش هاي رجال هيك؟ قالت لي يا بنتي هون في حرب. قالت طيب ليش نحن اجا هون؟ قالت هاي مو بايدي. عمري 14 سنة واهلي جوزوني ابن عمتي. ظلت عنده 10 ايام وعفته. ليه؟ عفته جوزوني اجباري، بعدين خطبني هذا الباكستاني. بعدين وافقت. امه باكستانية وابو شيشاني. بالبداية أهلي عرضوا مع الجيزة شوية خايفين، بعدين قلت لهم لا أنا أريد، وأنا شايل خطيتي ورقبتي، أنا بدي أريد أتجوز. مشان وضع أهلي إحنا ما يمنا مصاري مشان نصرف، أنا وأختي ثانية وأبوي وأمي، أبوي ختيار ما يقدر يشتغل مشان نعيش، ودخلت علينا الدولة الإسلامية صار علينا حصار حيل، الأكل ما عاد نلقاه، صار كل شيء علينا حصار. دعوة ليس من ذبح، أنت كافر نحن ذبح أنت. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم على 13 سنوات دعوة مع ناس من أجلهم يفهم. أنت ليس ممكن تقول مثل الآن هذا نسوان مخلفة الناسها لأنا أنا يجب حتى في دين. هم يقول هي كافرة، هي مرتدة، نحن لا نهب هي هيك. هذا أصل داعش. أنا كنت من أذربيجان عمري 12 أشوف تلفزيون كذا سوريا كذا 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 كذا. أنا قال ليش هون في حرب؟ ليش ناس أقتل بعض؟ ليش سوت حرب؟ شو بعرفني أنا بعد سنة قدري في إجي سوريا بقلب حرب. إذا هنا داخل المخيم هناك نساء دواعش يفرضون فكرة دواعش أيضا على نعم هم فكر دواعش هنا هم يفعل هيك عمل، هم يقول نحن نذبح أنت، وهم يقول لي عسكريين فعل مساعدة لي، أنا عسكريين ضرب هذا النسوان من أجلهم كثير، هم يريد تقتل أنا، وهم يقول لي عسكريين نحن نذبح أنتم كفار. لسه مقتنعين بالدولة الإسلامية؟ لسه واحنا بس تجنهم مقتنعين بالدولة الإسلامية.
حتى وانت هنا؟ حتى وانا بالسجن هنا. أنا أبي أساسا مخابرات بالروسيا، أنا أبي أساسا أشتغل بالروسيا، مشان روسيا أنا أبي أجي هون، مو مشان داعش ولا مو مشان قتال ولا مو مشان أي شيء، أنا أبي أجي هون في سبب واحد حي روسيا، روسيا بعد أبي هون.